اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة في اختارات خدمات العملاء على تطبيقكم الشراء اه عفوا على تطبيقكم الشئان نقوم بالضغط هنا على تطبيق الشئان من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على هنا بعدها نقوم بالضغط هنا على الاعدادات من ثم نقوم بالضغط هنا على جهه الاتصال المفضله من ثم نقوم بالضغط هنا على اشعار الرسائل الجديده من ثم نقوم بالضغط هنا على اختارات خدمات العملاء بهذه الطريقه نكون قد قمنا بتفعيل اختارات خدمات العملاء هكذا نكون قد قمنا بحل المشكله